هيفضل لي بعد ده كله 7 سيخات، طول كام؟ طول 2 متر و90. ممكن انقص من شنو؟ من اول رقم جانا اللي هو كم، اللي هو 390، ممكن اشيل منه 7 التانية. اذا هيفضل لي هنا بدل 390 هتبقى 383. فاذا لازم نحط الحياة دي في بالنا عشان نقدر نقلل السيخ للمالك. والحياة دي برضو بتساعدنا كمهندس انك انت بترتب شغلك، تعرف حديدك ده هيقضيك لحد وين وهيبقى لك باقي كم، بتكون ملم بكل التفاصيل يعني. تمام. طيب ده الملخص الاول. هنمشي للملخص الثاني. عرفنا انه يا اخي انه السيخ المفترض نشتريه للاعمده هو كم، 131، وهيفضل لي باقي هنستخدمه في غطاء، في حديد الغطاء ل F3. طيب نمشي للملخص الثاني. قال عندنا في F3 في الغطاء نحتاج الى 124 قطعه، ده الكلام اللي قلته قبل شويه. طول كم؟ طول 2 متر الزعيم. وعندنا في الاعمده 131 قطعه سكراب يمكن استخدامها كغطاء ل F3، ويتبقى لنا 7 قطع طول كم؟ 2 متر 90 يمكن استخدامهم في اف شنو، في F1. وال7 قطع يوفرون كم؟ قال غرابه السيختين، ولكن سنقول سيخه واحده. طيب قال اذا كميه حديد القواعد ستختلف الان. تمام. اذا اكيد هتختلف لان احنا نستخدم قرابه ال 131 قطعه. سنقوم بانغاص بانغاص 31 سيخه التي تعادل كم، 124 قطعه. ال 124 قطعة دي لو جينا قسمناها على 4 تديني 31 سيخة. شوف دي كلها دي قرابة الطن. إذا أنت هتقلل للمالك التكلفة بتاعت السيخ. طول كم؟ 2 متر 90. ولن يكون هناك سكراب الذي بطول كم؟ 40 سنتيمتر. ما قلنا السيخ في اف 3 لما نجي أقطعه 4 مرات 2.90 بيفضل في النهاية سكراب كم؟ 40 سنتيمتر. إذا هنا لما نستخدم القطعة الجاية من الأعمدة أنا قللت السكراب بتاع ال 40 سنتيمتر. قال ستنقص أيضا سيخة واحدة، وبهذا يصبح حديد القواعد كالتالي. السيخة الواحدة ديت من وين؟ يبينك احنا قلنا هنا والسبع قطع يوفرون غرابة السيختين، لكن سنقول سيخة واحدة. إذا هنقص سيخة. إذا ال F1 كانت كم؟ 98، ال F2 كنا محتاجين لها 42، وال F3 61 زائد سيختين. الكلام ده كله ده الكراسي السيختين دي ناقص ده اللي جبناه حسي استخدمناه السكراب اللي استخدمناه 31 زائد 1 اللي هي الواحدة اللي قلناها قبل شوية دي. إذا هنقص من الكمية 32 هيفضل لي كم؟ 171 سيخة وقدر 16 ملي طول 12. إذا القواعد كلها محتاجة لها كم؟ 171 سيخة طول 12 ملي. طيب وأيضا صيغيل سكراب ال 40 سم بمقدار 32، دي كلها موفرة لي. ما دي 32 قطعة اتوفرت لي، هتوفر لي معاها كم؟ 32 قطعة سكراب برضه. إذا السكراب كان عندي في الدرس الأول 128 هينقص 32 هيبقى 96 قطعة سكراب 40 سنتيمتر. طيب قال وأيضا سكراب 2.9 عدد 3 قطع متبقي كم؟ 7 قطع أعلى. كيف يعني؟ قال وأيضا هيكون عندي سكراب كم؟ سكراب طول 2 متر 90 عدده كم؟ 3 قطع. جاي منين؟ من متبقي 7 قطع أعلى. كيف يعني؟ ما قلنا هنا ال7 قطع بيوفروا سيختين، لكن انا نقصت كم؟ سيخ واحدة، والسيخة الواحدة تديني كم؟ 4 قطع. لما 4 قطع من 7 قطع هيفضلوا كم؟ 3 قطع، 3 قطع لكن طولهم كم؟ 2 متر 90. إذا لسه عندي كم؟ سكراب 2 متر و90 عدده كم؟ 3 قطع. طيب وأيضا عندي سكراب سيخة واحدة، لو متذكرين في نهاية الدرس الأول كتبنا عندي سكراب سيخة واحدة 9 متر. قال شنو؟ ممكن نستخدمها لعمل قطعتين من الأعمدة. لو ملاحظين العمود طول السيخة بتاعته 4 متر و55. طيب وال9 متر دي ممكن أقطع السيخة على 4 متر ونص، ما في مانع أنقص 5 سم. إذا ال9 متر للسكراب هتعمل لي شنو؟ قطعتين طول 4 متر ونص. قال كالتالي هتكون كيف؟ ال4 متر ونص هتتوزع كيف؟ قال السيخة الطويلة دي هيكون ارتفاعها 4 متر و8 سم.2، والرجل هيكون 41.8. طيب قال وتوفر لنا سيخة واحدة طول كم؟ طول 12 متر، وننقص قطعة واحدة طول كم؟ 2.9. ما إذا وفرت لي 9 متر دي وفرت لي سيختين، وأصلا في القديم مديني كان الأعمدة قلنا ال 12 متر بتعمل لي سيختين. لما أنا أجي أقطع سيختين من هنا إذا أنا وفرت شنو؟
فرت سيخة. تسعة متر دول فرت ليش نو؟ سيخة لأنه ادوا اتنين قطعتين. طيب من الثلاثة قطع أعلاه ويصبح لدينا سكراب قطعتين بطول كم؟ 2 متر و90، ده السكراب أصلا الفوق. طيب قال كمية حديد القواعد بالطن، وصلنا إنه حديد القواعد دار له 171، حاجة أقسمها على 53 عدد السيخ في الطن هيديني 3 طن بوينت 23 طن، وقدر 16 ملي، وطول كم؟ 12 مليمتر. طيب قلنا إذا عدد السيخ الأعمدة قبل شوية في الصفحة اللي فاتت كان 131، نقصنا منه واحد سيخة واحدة ليه؟ لأنه قلنا عندي سيخة سكراب كانت في القواعد 9 متر، هي بتديني سيخ قطعتين، والقطعتين بتمثل لنا شنو؟ سيخة واحدة. إذا لازم ننقص سيخة. إذا الأعمدة محتاج لها 130 سيخة، قطر 16 ملي وطول 12 متر. طيب الكمية بالطن هنقول 130 على 53 2.46 بالتغريب طن، قطر 16 ملي وطول 12 متر. طيب تعال نحسب الكانات كده، جبنا الحديد الرئيسي. طيب ليه قلنا ناقص 5 سنت؟ 5 سنت دي الناس هتحترف فيها. ليه ارتفاع العمود؟ قلنا القاعدة ننقص منها 5 سنت بتاعت الكفر السفلي ناقص 3 سنت بوينت 2 اللي هما السيختين ديل، السيخة بتاعت الفرش والغطاء دوني 3 سنت بوينت 2. وقلنا تاني ناقص 5. ليه قلنا ناقص 5؟ لما أقول ارتفاع العمود هنا بقصد هنا أول كانة هتكون على كم؟ أول كانة دايما بتتخطى فوق الرجل ب5 سنت. لاحظ معايا هنا الكانة من النقطة بتاعت من أعلى سيخة الغطاء أو سيخة حديد الغطاء، لاحظ معي في الكانة ما بعد فوق طوالي، لا من 5 سنت من فوق، 5 سنت أعلى حديد الغطاء. عشان كده قلت ناقص 5. ليه؟ لأنه الارتفاع هيبدأ لي من وين؟ من النقطة دي هنا، من النقطة دي لحد دي نهاية الجريد بي. طيب نرجع للصورة تاني، قلنا ارتفاع العمود عشان أجيبه بالنسبة للكانات هيكون 50 ناقص 5 ناقص 3 سنتي بوينت 2 ناقص 5 سنتيمتر زائد 1.4 اللي هي وزائد 1.2. ال 1.4 هنديلها هنا من النقطة دي لحد من الأرض. تاني عندي 1.2 70 زائد 50 تديني 1.2. طيب ده ارتفاع العمود. إذا عرفنا ارتفاع العمود لما نجي أجمع الأرقام دي هتديني 2 متر و968. طيب لما نجي أقربها بالتغريب يعني 3 متر. طيب إذا الكائنات دي هتقعد على ارتفاع 3 متر لازم أعرف عدد الكائنات هيكون كام في العمود. طيب قال عدد الكائنات بطريقة السوق، السوق كله ماشي كده. أي مهندس، ما كل المهندسين عشان ما نظلم الناس، هيقوم يقسم ارتفاع العمود على بوين 15 وبيقوم يزيد لها السيخة الأولى البادية أو الكائن الأولى البادية، هتكون 3 على بوين 15 زائد 1. الثلاثة على بوين 15 هتديني 20، زائد الواحد 21 كائن خارجية، بيعمل كائنات خارجية. طيب لاحظ معي الكائن من هنا لحد هنا وهنا وهنا، الأربع نقاط دي بيسموها كائن خارجية. الكائن جوا بيسموها كائن داخلي، يعني بيجي المهندس بيقول للحداد اشتغل لي كانة خارجية على مسافات 15 سنتيمتر، والكانة الداخلية دي ما تكون على مسافات 15 سنتيمتر، لا تكون على مسافات 30 سنتيمتر، يعني اعمل كانة وفوت كانة كده. ده بالنسبة لشنو؟ للكانة الداخلية. طيب النقطة الثالثة، قال شكل الكانة بطريقة السوق هو عبارة عن كانتين داخلية وخارجية، القنشة في الكانة 10 غطرة سيخة، يعني عشان تجيب أي قنشة تشوف للكانة دي القنشة الحتة دي والحتة دي. طيب القنشة قال بيساوي لي 10 غطرة سيخة، إذا غطر السيخة كان 6 تضرب في 10 إذا القنشة بتكون 6 سنتيمتر، وإذا كان 8 هتكون 8 سنتيمتر، لكن غالبا هي بين 5 إلى 10 سنتيمتر. قال وطول القنشة يحكمه السكراب، يعني عشان انا اختار 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 لا على حسب السكراب، هتشوفوا بش بعد شوية. طيب نختار القيمة من 5 إلى 10 التي تغلل السكراب. قال أخرى داخلية، ده من شغل السوق، وأخرى داخلية توضع على مسافات كل 30 سنتيمتر. طيب عدد الكائنات الداخلية أكيد هقسم الارتفاع كل 3 متر على مسافة توزيع اللي هي كم؟ 30 سنت. ما قلنا عندي كائنات خارجية عددهم كم؟ 21 زائد 1 20 زائد 1. طيب الداخلية هتكون